بضاف الى شغلات زياده حتنطر منكم، يعني مش حترتمي بعد ما تكيرها في الزباله، لا حتضل معاك لما تخلصوا في دكتور اسنان. انا ادواتي الحين بالعياده ما فيهاش تغيير في مشكله. ففي اربع ادوات حاطلبهم تجيبوهم معكم على يوم الاحد الجاي ان شاء الله. لو حكمل ان شاء الله المحاضره اليوم قبل ما يبدا. انا تعبان شويه ف موجود
كذا صوره. اللي بيتحكم في هاي كذا صوره هي حجم الباودر تبعتي، الجرين تبعت الباودر بارتيكلز قديش حجمها. حجم حيقسم لي كثير شغلات استخدامه. انا لما اجي استخدمه كسمنت فلوتنج سمنت غير لما استخدمه كبيز في الاوبراتيف. بس انا عشان موضوع اللوتنج والبيز واللاينر هحكي كلمتين عليهم عشان تقدر تستوعب انا ايش بحكي، بعد هيك حناخذهم بالتفاصيل سواء في الاوبراتيف او في التركيبات. لما اقول لك لوتنج سمنت يبقى انا بستخدمه كلوتنج بثين فيلم في لزق التركيبات. يعني انا لما اجي عندي سن محضر، انا عندي سن محضر وبدي اجي البس عليه كراون، في هاي اللحظه السمنت لما احطه ما بين السن وما بين التلبيسه بنسميه لوتنج. اوكي، يبقى انا لما اعرف يستخدم كلوتنج سمنت يبقى انا بستخدمه في السمنتيشن سواء بيرمري او تمبر او تمبر او بيرمننت سمنتيشن. اوكي، لوتنج يعني انا بستخدمه في لزق في كراون او البريدج اللي عندي او تركيبه زي الالي كومبوز اللي حكيناه. لما اجي اعمل سمنتيشن للالي كومبوز انا بسمي من حالها لوتنج. اوكي، لكن انا لما اجي انا عندي سن يبقى هذا من التركيبات او حتى في الحشوات اللي هي من ليه او من ليه الحشوه اللي بعملها خارجته من المريض وبجي الزق له اياها بلزقها اللوتنج سمنت. لكن انا لما اجي اعمل انا عندي تقريبا هاي كافيتي بلس 2 واتفقنا احنا بنحط الحشوات اذا عندي ديب قريب من العصب. اوكي، هاي انا عندي العصب وعندي الديب، شلت كل التسوس وصار عندي كافيتي. لما اجي احط حشوه وقريب كثير من العصب بننطر في هاي الحاله نحط شغله كلاينر وشغله كبيز يستخدم في الحشوات. بيز انا بحط حشوه ما بين يعني قاعده ما بين الحشوه وما بين السن عشان امنع الحراره، امنع اذا في كيميكال صرت تنزل عندي على البتانة تنزل على العصب، امنع كثير شغلات فانا بحطها. لما احط اللاينر والبيز يستخدموا بحشوات. اوكي، لكن اللاينر لها استخدامات والبيز لها استخدامات. لما اقول انا بدي امنع مواد كيميائيه تنزل على الدنتال تبيول بنحط اللي هي اللاينر، لما انا بدي امنع الحراره تنتقل بحط البيز. اللاينر بتكون اخف الثكنس تبعها من البيز، البيز بتكون الثكنس اكبر. تفاصيل المملة هذه في الاوبرا اللي حتاخذوها بالكلمه، فانا مش معي وقت اجي اشرح كل واحده. بس انا لما اقول لك استخدمها كلاينر او بيز يبقى تبطينا للحشوه. انا ممنوع احط الحشوه مباشر على الدنتين البيوز لما يكون عندي ديب، لان الحراره حتضر البلب اذا في توكسس. الى اذا نفس الحشوه فيها مواد كيميائيه ممكن تنزل على الدنتين البيوز زي الكومبوزيت وما شابه تعمل لي الروتيشن للبلب. اوكي، بس انا هدول الشغلتين حاطينها في المحاضره عشان لما اقول بيز تعرف ايش يعني بيز، اقول لاينر ايش يعني لاينر، اقول لوتنج سنت لوتنج ايجنت تعرف ايش لوتنج سمنتيشن. طيب الباودر هذا بيجيني التو تايب موجود في عندي بسميه تايب 1 اللي هو فاين الجرين. هذا التايب يستخدمه في السمنتيشن لما انا بدي الزق تلبيسه او الزق كرام، لانه كل هنعرف هذه العوامل اللي بتاثر لي على الفسفوسه تبعت السمنت لما اعمل له ميكس حجم الباودر الموجود عندي. كل ما قل حجم الباودر الموجود عندي كل ما اداني فيلم ثيكنس اقل، واحنا اتفقنا اللي بتاثر لي في الفيلم ثيكنس في اللوتنج سمنتيشن انا قديش بدي اسيب سبيس ما بين التلبيسه وما بين السن. لازم من في السمنتيشن كل ما قللت المسافه هذه كل ما كان احسن. اوكي، التايب الاول اللي بنستخدمه في عمليه اللوتنج في عمليه السمنتيشن في التركيبات لانه بيديني فيلم ثيكنس تقريبا 25 مايكرون. اوكي، او اقل. التايب الثاني بنستخدمه في الاوبراتيف اللي هو في البيز او في اللاينر انه بيديني 40 مايكرون بنسميه ميديم جرين. الجرين هي جزيئات الباودر الموجوده عندي بالباودر بنسميها جرين. اوكي، طيب ممكن يجي انا في صوره باودر وليكويد هو
شيء موجود من اول ما اخترعوه بيجيني باودر وليكويد. الباودر بقول هنعرف ايش الحين، والليكويد هو الفوسفوريك اسيد او ميه، او ممكن يجينا عندنا الحين حبسه بيجي كبسولات اوكي زي الامالجام، لانه بيجي مظبوط بالظبط بنسب بتجي الباودر للليكويد عن طريق الكريبتريشن بعملها ميكس في الميكانيكال هذه جديده. بيجينا في شكله الطبيعي اللي احنا كنا متعودين عليه، الزنك اوكسايد الجينون عباره عن كتل فيها الجرين الباودر وكتل فيها فوسفوريك اسيد بنسبته من 30 ل 38% تقريبا بكون نسبه الفوسفوريك اسيد، والباقي بكون ووتر اوكي. طيب بالتفاصيل بالنسب انا عندي الباودر عندي زنك اوكسايد هو 90% تقريبا، لان احنا لو حكينا من الاول الزنك اوكسايد هي العامل الاساسي في الباودر، احنا بنلعب في ايش؟ في الليكويد. الزنك اوكسايد هو في الزنك اوكسايد جينول كان الليكويد تبع الجينول، انا عندي الزنك اوكسايد هو نفس الزنك اوكسايد، لكن الليكويد عندي الفوسفوريك اسيد، السمنت اللي ظل معنا وقت اللي هو البوليكربون سمنت زنك بوليكربون سيليت، زنك اوكسايد الباودر هو هو، لكن انا بلعب فيش في الليكويد اوكي، حيكون عندي اللي هو الزنك البوليكربون سيليت بوليكربون سيليت زنك بوليكربون سيليت سمنت اوكي. انا عندي اهم شيء اللي هو الزنك اوكسايد بنسبه 90% تقريبا هو الميجر عندي في الكومبوننت بتاعت الباودر، عندي ماجنيسيوم اوكسايد برضه بقول 8 ل 10% تقريبا. المغنيسيوم اوكسايد الزنك اوكسايد هو البيز او الميجر كومبوننت في الباودر، هو اللي بيصير التفاعل بينه وبين الليكويد. بنروح بنحط المغنيسيوم اوكسايد وازر اوكسايد عشان اتحكم في ايش؟ في درجه اللون تبعت السمنت اوكي. هو هنا بيلعب دور الاوكسايد هاي مع المغنيسيوم بيلعب دور في درجه الوايتنس تبعت الزنك فوسفيت. طيب حديثا الحين صار نحط فيه شويه شغلات عشان حسيته من الميكانيكال بروبرتيز اللي هي السيليكا اذر فيلر زي الالمونيا، بنحط موجود في الزنك فوسفيت في الباودر عشان احسن من الميكانيكال بروبرتيز، وزي ما احنا عارفين شويه شويه بصير موديفيكيشن في السمنت، فحديثا صار ينحط في السيليكا والالمونيا، هاي كلها تحسن من الميكانيكال بروبرتيز. بس انا عندي الاساس اللي هو الزنك اوكسايد كباودر اللي هو 90% تقريبا اللي هو بصير تفاعل مع الاسيد. طيب لو اجينا هذا بالنسبه للباودر، بالنسبه للليكويد انا عندي من اسمه فوسفوريك اسيد، وهو برضه الميجر ياخذ من حسب النسبه قديش من 30 ل 38% نسبه الاسيد الموجوده في الزنك. لازم يكون عند الوتر وحنعرف هيدي السيتنج رياكشن ايش الرول تبعت الوتر اوكي. الجينول احنا قديش قلنا قديش هناك من 85% الجينول 15% اوليف في نسبه وتر موجود اوكي في الزنك اوكسيد الجينول موجود في الوتر بالنسبه حكيناها لما حكينا في السيتنج رياكشن شو بيسوي؟ كيف طلعت الهيدريت اللي عندنا بالاخير؟ ذرات المي لما تفاعل معه اوكي؟ عندي انا فوسفوريك اسيد بنسبه 38% هو المسؤول عن التفاعل، اوكي؟ هو حيتفاعل مع الزنك اوكسايد وحيطلع لي زنك اوكسايد زنك فوسفيت سمنت. عندي الوتر، الوتر انا له دور برضه بيعمل لي بيتحكم في التفاعل تبعي السيتنج رياكشن تبع الزنك فوسفيت. لو ما فيش ووتر عليك التفاعل مباشرة بصير ثواني، اللي بتحكم لي في الوقت تبعه في السيتنج رياكشن هو كمية المية اللي موجودة في الليكويد. برضو عندي شغلات ثانية تحكمني تعمل لي بفرين اللي هي الالومنيوم فوسفيت او سام تايم زنك فوسفيت، تعمل لي ريدوس ذا ريت اوف رياكشن نسبة 16%، وعندي الالومنيوم برضه بحسن لي من الميكانيكال بروبرتيز. طيب تفاعل احنا عادي مش في مشكلة، انا عندي زنك اوكسايد كباودر تتفاعل مع ايش؟ الميجر عندي اللي هو الفوسفوريك اسيد، بدي زنك فوسفيت زائد مية اوكي. اللي بيعمل كنترول للتفاعل هذا ما يصيرش بسرعة بدخل في التفاعل وبعمل ريتارديشن للسيتنج اللي هو الووتر اللي موجود عندي في الليكويد
اوكي تشفي بيز مع اسيد بديني بيز اسيد رياكشن بديني زنك فوسفات وبديني H2O مية اوكي. طيب هل في حاجه شغله مهمه بالنسبه للزنك فوسفات سيمنت؟ السيتنج تايم من 3 ل 6 دقائق تقريبا او مرار بقل او ازود. اللي بتحكم في السيتنج تايم انا اللي بتحكم فيه والمانيفاكشر تبع الباودر اللي جاب لي اياه الباودر. هنعرف ايش العوامل اللي بتتحكم في السيتنج تايم. اول شيء احنا المره اللي فاتت حكينا بشكل عام عوامل سواء المانيفاكشر الباودر ايش بيعبوا درجات حراره سواء بالميكسينج السلاب درجه الحراره كل العوامل هذه سواء كميه المي الموجوده في الليكويد هاي كلها العوامل تتحكم عندي في السيتنج رياكشن اقلل الوقت او اطوله. لكن انا بدي من ثلاث لست دقائق بدي وقت اكثر اوكي سواء لان ما اجي ادعم السيمنتيشن لبريدج لونج بريدج واستخدم الزنك فوسفيت ممكن يصير له سيتنج وانا لسه ما كملتش شغلي فانا بدي اقلل الوقت اطول الوقت تبع السيتنج رياكشن عشان اقدر ازود الوركينج تايم وانا بشتغل وبتعامل مع الزنك عشان يكون معي وقت الزق فيه البريدج اللي عندي اوكي. طيب اول شيء سنترينج تمبريتشر. سنترينج تمبريتشر عارفين لما بيجي بيعملوا الباودر بيصنعوها بيعرضوها لدرجات حراره معينه. درجه الحراره كل ما زادت درجه الحراره كل ما قللت السيتنج تبع الزنك فوسفيت. هي اول عامل. البارتكل سايز يعني حكينا في عندي فاين وفي عندي ميتا في الكلاسيفيكيشن الاول لما بستخدم الكلوتين بستخدم الفاين هي تديني ثيكنس تقريبا تخلي ثيكنس الماتيريال 25 مايكرون لكن انا لما استخدم الكبيز بستخدم الميديوم. طيب فاين بارتيكل رياكت مور كويكلي كل ما صغرت حجم الباودر بالفاين كل ما تفاعلت بسرعه كل ما قللت ايش؟ كل ما زاد التفاعل كل ما قل السيتنج تايم. ووتر كوردن كل ما موجود الويه كل ما طولت السيتنج تايم طبعا لانه عندي البفرنج ايجنت برضه عشان اقلل بحط بفرنج ايجنت حكيناها بالليكويد ايش بتكون موجود ايش هي عشان كل ايش بتكون اوكي. طيب هذا بالنسبه للمانيفاكشر. بالنسبه للاوبريتور انا لما اجي اعمل ميكس لا الزنك اوكسايد جنون سواء الباودر مع الليكويد عشان احسن السيتنج تايم اول شيء تمبريتشر. لما اجي انا اعمل درجة حرارة كل ما زاد درجة حرارة كل ما زاد السيتنج رياكشن وقلل السيتنج تايم اوكي. في الحالات هذه احنا بنضطر ايش نسوي لما اجي اعمل ميكس لا زنك اوكسايد زنك فوسفيت سمنت بحط الجلاس اللي بتاخد عليها بعملها كولينج بحطها بالثلاجة قبل اعملها ميكس وبروح بطلع هاي الجزازة لوح الجزازة بتكون ماخذة برودة من الثلاجة فدرجة الحرارة بتقلل بتبطئ من التفاعل اللي هي البروده الموجوده. يبقى انا لما بدي ازود السيتنج تايم بدي انطر اقلل درجه الحراره عن طريق اعمل كولينج ليش؟ للجلاس سلاب قبل ما اعملها ميكس. طبيعي انا لما ازود الباودر للليكويد شفنا في الالجينيت بدي بسرعه يصير السيتنج بقلل الليكويد بزود الباودر نفس الشيء انا بدي التفاعل يزيد بتحكم في الليكويد بقلل الليكويد بزود الباودر بزيد السيتنج تايم. اوكي؟ برضه شغله ثانيه بتتحكم احنا لما نيجي نعمل ميكس مانيبيليشن حنحكي الحين بعد شويه بجيب الباودر بحطه على الليكويد اللي عندي انا بجيب الجلاس ستاب بحط الباودر عندي وبجيب الليكويد بحط قديش النسب اللي هو محدد اياها المانيفاكشر باجي اعمل ادنج كميه الادنج انا قديش سرعته وانا بحط الباودر على الليكويد قديش باثر على السيتنج تايم طبعا والميكسنج تايم بيلعب دور قديش انا قديش حطيت وقديش سرعته وانا بعمل ميكس قديش باثر لي على السيتنج تايم. يبقى انا لما اعرف العوامل هذه اللي بتاثر لون المانيفاكشر او العوامل انا بتحكم فيها وانا بعمل ميكس للزنك فوسفيت سمنت. طيب يبقى انا عرفت ايش الزنك شوي كلمتين عنه هو اول سمنت بيستخدم يجي انا عباره عن صوره باودر ليكويد له نوعين اللي هو الفاين والميديوم سواء النوع هذا على استخدامه انت حستخدمه النوع الثاني انت حستخدمه بيجيني صوره باودر ليكويد في السوق موجود حديثا ممكن يجيني عن طريق كبسولات استخدمه بعد
ذلك عرفنا مكونات البالدة، عرفنا مكونات الليكويد، عرفنا العوامل المؤثره في السيتنج تايم لما اجي اخذه وانا بدي احطه للمريض، عرفنا يعني ايش لودنج بشكل بسيط، ايش يعني بيس، ايش يعني لاينر، عشان تفهم اللي تدرس هذا يستخدم كاساس كلاير كلوتنج ايجنت او يستخدم كبيس او كلاينر بشكل عام. طيب احنا درسنا السيليكيت، درسنا السيليكون سايتوفينول في ماتيريال، ماتيريال تنتين هذول كان ميكانيكال بشكل عام، كومبرسيف انسايد بريسيف كلها سيئه جدا. اوكي نيجي الحين لاول سمنت الزنك فوسفيت سمنت، الكومبرسيف سترينس عاليه شويه بتوصل الى 103 ل 135 ميجا باسكال تقريبا. يبقى هذا السمنت انا لما حكينا بدي استخدمه تحت حشوه تنفع استخدمه تحت الامالجم؟ اوكي من اكثر المواد اللي ممكن استخدمها تحت الامالجم لان الكومبرسيف سترينس عاليه، لان بتحمل الفورس النازله اثناء الماستيكيشن هو الزنك فوسفيت سمنت، لانه بديني ستيف وبديني ميكانيكال كومبرسيف، يعني بتحمل الفورس النازله عليه اثناء الماستيكيشن. اوكي يبقى هذا مقارنه بالزنك اوكسيد جينول، مقارنه بالسيليكيت سمنت او السيليكيت ديستريشن تقريبا اقوى من الاثنين واقوى من الزنك اوكسيد جينول، يبقى انا بستخدم كبيز. اوكي طيب قديش ذا سيت سمنت جرين جين 75 اوف ذا ماكسيمم سترينث ان ذا فيرست اور ماكسيمم بيصير له كومبليت سيتنج بعد 24 ساعه بيصلي لتقريبا الرقم هذا. يبقى اول ما بيعمل سيتنج طبعا سيتنج رياكشن وبتصلي بتزيد الميكانيكال او الكومبرسيف لفرق 75% تقريبا في اول ساعه، بعد هيك بضل كومبليت سيتنج لغايه ل 24 ساعه بأصل ل الكومبليت سترينث او الكومبرسيف سترينث. كل محاضره حتنامي ولا بتنيم المحاضره؟ طيب ماشي، هذا اللي حكيناه انه انا بستخدمه كبيز لانه هو بديني ستيف وبديني كومبرسيف سترينث تحت الامالجام كثيك لاير. اوكي مودلس الفلستيستي از كومبريتنج هاي، لكن انا لما باجي باخلط السمنت بصير ستيف في اول دقائق بتصلب معايا، وفي الحاله هذه بيعمل لي ريزيستنس للالاستيك ديفورميشن، يعني انا لما بستخدمه تحت ايش؟ تحت الامالجام كبيز بتحمل كل الفورس اللي نازله عليه. طيب نيجي الحين للسولوبيليتي، احنا حكينا الزنك فوسفيت زي السيليكير سمنت والزنك اوكسيد جينول، احنا بنقارن بين مواد عشان نقدر نفهم، فيش ماده احنا حكينا السولوبيليتي في كل السمنت موجوده. اوكي؟ لكن انا لما اجي اشوف السولوبيليتي تبع الزنك فوسفيت سمنت حلاقيها اقل كثير من الزنك اوكسيد جينول والسيليكير سمنت. تقريبا 0.12% افضل 24 ساعه. انا لما بدي اجي اقول الرقم هذا كيف بدي احسبه؟ انا لو جبت الزنك فوسفيت كماتيريال وحطيتها في ميه وحسبت قديش صار فيها سلوك قديش دار منها لقوا النسبه هذه، يعني هذه النسب كلها تيست اختبارات بتصير للماده. يعني هو لما شاف الكومبريسيف ستريس قديش للزنك فوسفيت جاب زنك فوسفيت وجاب زنك اوكسيد جينول حطها كبيز وحطها فوق امالجام وعرضها لجهاز بنزل فورس معينه وبيحسب قديش الجهاز لما بتكسر الحشوه او البيز هذه قديش بسجل الجهاز رقم بالميجا باسكال، فقال لك انه هذا بيتحمل فورس 103 ميجا باسكال، لكن الزنك صار 20 او 30 ميجا باسكال زنك صار جنول كان. فهي الارقام كلها دراسات واختبارات بتصير في المعامل، لكن انا لما اجي اشوف السولوبيليتي قديش درجه ذوبان السمنت هذا لقيناها اقل من الاثنين، يعني تقريبا 0.2% بعد 24 ساعه، بعد 24 ساعه لما جبت هاي السمنت وحطيته وين؟ في ميه، غمرته بميه، لانه احنا عارفين في السلايفا موجوده في الاورال كافيتي، فقديش النسبه؟ فكانت نسبه تقريبا قليله جدا، اوكي؟ الفيلم ثيكنس بتاثر لي في الاستخدام السمنت وقت هستخدمه انا، احنا قلنا عندنا في الكلاسيفيكيشن في عندي فاين اللي هو تايب 1 وفي ميديوم اللي هو تايب 2،
لما اجي استخدم كلودنج سمنت بدي الزق تلبيسه بروح مش استخدم الباي 2 اوكي، لانه طبيعي هو حيديني ثيك فيلم 40 مايكرون او 45 مايكرون اوكي، وهو علميا المفروض المسافه اللي تكون ما بين الكراون وما بين السن ما تزيدش عن 40 مايكرون عشان ما اعملش جاب بخش السلايفا، يعني اقلل برضه من نسبه ذوبان تبعت السمنت. لكن انا لما اجي بدي اعمل بيز او لاينر تحت الحشوه تفرقش معي، انا بالعكس بدي ثيكنس، بدي اعمل ثيكنس بدوش على المايكروهات هنا انا، لان انا بعمل النكس يكون ثيك لير اوكي. هاي كرسم توضيح للكلام اللي انا حكيته. انا عندي هاي سن محضر، هاي تلبيسه، لما اجي احط السمنت هاي السمنت حيكون اوكي. قديش المسافه هذه؟ قال لي المفروض ما تزيدش عن 40 مايكرون اوكي، حسبوها بحجم البكتيريا اللي ممكن تدخل تعمل المشاكل اوكي، لها علاقه على فرق التركيبات، بس انا المسافه هذه ما تزيدش عن هيك، يعني بديها اقل من هيك. عشان هيك انا لما استخدم سمنت، اذا انا استخدمت سمنت 40 مايكرون هو الميديم، قديش حيزيد برضه المسافه؟ انا اذا طبيعي هو لازم يكون الفيلم ثيكنس تبعته 40 عشان يديني السترينث ويديني كل البروبرتيز. برضه شغله عشان تفهموها، الفيلم ثيكنس هذا في النوع هذا لما بتكون 40 مايكرون عشان يديني الادفانتج البروبرتيز تبعته، يبقى الميديم لما بكون 40 مايكرون تديني الادفانتج اللي احنا حكيناها في السولوبيليتي قديش في الكومبريسيف، لكن هي اذا ميديم البارت انفكشنستك هتقللني من البروبرتيز تبعتي اوكي. فهمتوها ايش مقصود في الكلام؟ هو انا لما اجي احط بالنسبه للفاين او الفاين جرين، يعني البارتيكل صغيره جدا، هاي البارتيكل لو انا جبت اللير هذه ال 25 مايكرون وعملت لها التست هذه هتديني الادفانتج البروبرتيز اللي احنا حكيناها. لكن انا لو جبت هاي ال 25 مايكرون وخليتها مثلا 30 او خليتها 20 مش حتديني البروبرتيز اللي احنا حكيناها، يبقى الفاين بارتيكلز او الفاين باودر الثيكنس هاي بالفيلم ثيكنس بتديني البروبرتيز اللي احنا اللي حكوها العلماء بالنسبه للفاين. بالنسبه للميديم اللي هو 40 مايكرون، لكن لما يكون عندي 40 مايكرون حيديني البروبرتيز اللي احنا حكيناها. يبقى هي لما عمل الدراسه خلى الثيكنس 40 مايكرون تبعت الفيلم ثيكنس وعمل عليها الدراسه عشان يحصل على البروبرتيز هذه، يعني الاختلاف في الفيلم ثيكنس بياثر على البروبرتيز تبعت الماتيريال سواء بتقل او بتزيد. اوكي؟ احنا شايفين هتخش الصلايبه من هان هتعمل ايش؟ تذوب السمنت الموجود، عشان انت هتقول لي هو طب هو مسكر عليه الكرام، لكن انا عندي المارجن في جاب موجوده بالمايكرون وكان ما بشوفهاش بعيني، بس في جاب الصلايبه هتخش ممكن البكتيريا، كل ما زاد الجاب هذا كل ما عامل لي مشكله في التلبيسه، فنعرف بعد هيك في التركيبات. لكن انا بدي يكون طايب برضه، هي شايفين هذا بيرفكت، بس في مسافه قديش بتكون؟ في سبيس ما بين التلبيسه وما بين السن اوكي، هي اللي حيجي فيها السن اصلا اوكي. الثيكنس هاي الفيلم الموجوده انا بالنسبه للتركيبات كل ما قلت الثيكنس تبع اللير هذه كل ما ادانا ادفانتج احسن، عشان هيك انا بستخدم 25 مايكرو اوكي. طيب بالنسبه للثيرمال بروبرتيز، السينك فوسفيت بشكل عام بيعمل لي عازل الحراره اوكي، يبقى انا لما بدي استخدم امالجام فيلينج بستخدم الزنك فوسفيت بيعمل لي سيمن انسوليشن، بيعزل لي الحراره تنقل للبلط اوكي، برضه بيعمل لي ريدوسينج في الجلفانيك افكت اوكي. بالنسبه للاديشن تبعي لحد الان كل اللي درسناهم ميكانيكال اديشن اوكي، فيش ولا واحد لسه بيعمل كيميكال اديشن. بالنسبه للبيولوجيكال، وهذه حاجه مهمه هنحكيها بالنسبه للزنك فوسفيت سمنت لازم تعرفوها كويس. الزنك فوسفيت هو عباره عن اسيد، المين ليكويد اسيد فوسفوريك اسيد. فوسفوريك اسيد اول ما اخذ سيتنج للرياكشن
تحتاج تقريبا من 1 لـ 2 يعني acidic medium. بعد تقريبا 24 لـ 48 بتصل لايش؟ من 6 لـ 7 للنيوترال زون اللي هو تبع جسمنا الطبيعي البي اتش 7 و4 تقريبا. فانا بدايه التفاعل بكون 2 لـ 3.5 بالرينج هذا يبقى acidic. يعني ايش معنى acidic؟ يعني الريترت على السن. اوكي؟ هي اول شغله. ثاني شغله البي اتش تفاعل اكسوثيرمي طارد للحراره. يعني انا الزنك فوسفيت لما باجي باخذه مع الزنك اوكسايد مع الفوسفوريك اسيد نفس التفاعل بديه حراره. الحراره هذه حتاثر على ايش؟ على البلب الموجود عندي. اوكي؟ يبقى اسيدك وبديني حراره. وشغله ثالثه هذه حطوها عندكم، انا عندي في التفاعل بضل ريمينانت، مش كل المكون بيتفاعل سواء زنك اوكسيد او فوسفوريك اسيد. حجم الفوسفوريك البارتيكلز لقوها ممكن تدخل وين؟ في الديتانر تبيوز. اوكي؟ بما انها دخلت الفوسفوريك بارتيكلز تبع الفوسفوريك اسيد لان حجمها اصغر من حجم الديتانر تبيوز فممكن تصلي لوين؟ للبلب. اوكي؟ تعمل لي اريتيشن للعصب. عشان هيك لما حناخذ الزنك بوليكربوكسيلات من الادفانتج تاعت البوليكربوليكس بوليكربوليك اسيد حجم البارتيكلز اكبر فبتدخلش بتعملش بنتريشن للتنتاينال تبيوز. اوكي؟ لما حاجه اشرحها تتذكروها بس. هاي اللي هو الاسيد تبعه اسيد ميديا اريتنت البلب. ثاني حاجه اكزوثيرميك بتديني حرارة أثناء التفاعل. بعد هيك الفوسفوريك أسيد نفس الباركس بتاعت الأسيد ممكن تدخل عن طريق الدنتانة تيجي تصل للعصب تعمل لي مشاكل. أوكي؟ لا فيش فيه فلورايد ريليز، ما فيش فلورايد زي الجلاس أينما وزي اللي كان عندي السيليكيت من الأدفانتج تبعته. لكن أنا بغض النظر عن المشاكل هذه أنا ممكن أحلها. هنعرف الحين في المانيبيولوجي كيف أحل الحرارة هذه بما انه مطارد للحراره، كيف انا اتخلص من الحراره هذه قبل ما احط السمنت داخل السن. بالنسبه للفوسفوريك اسيد انا ممكن ايش احط؟ احط عازل على السن قبل ما احط البيز. حنحكيها في المانيبيوليشن. اوكي؟ الاوبتيكال بروبرتيز عندي اوبيك. اوكي؟ فيش في مشكله. يبقى انا البروبرتيز ميكانيكال بروبرتيز هاي فيش فيها اي مشاكل لحد الان، هو رقم واحد بالنسبه اللي درسناهم. اوبتيكال بروبرتيز كويس. ثيرمال انزوليشن بيوفر لي الغصير انا بدي اياه من غسيل الحراره. هو ما تخطوش بين هو التفاعل طارد للحراره وبين هو نفسه عازل للحراره. يبقى انا لما اقول لك من الثلاثه اللي اخذناهم بتحشوا لارج ريستوريشن من امالجم احط بيز انيات نوع بدك تقول لي زنك فوسفيت رقم واحد. اوكي؟ بالنسبه للبيولوجيكال الريتم فيش في كلام. فوسفوريك اسيد الميديا لان البي اتش بتكون 3.5 بعد 24 ل 48 ساعه لما تصل لايش؟ لليوترال زون تبع الانسان الطبيعي. فوسفوريك بارتيكلز اسيد ممكن تعمل تخترق الثاني تبيوز تعمل لي اريتنت للبال. هذول الثلاثه اللي حكيناهم. طيب عشان انا لما اجي اعمل ميكس لازم اعمل خطوات في المانيبيوليشن بشكل صح. أول شيء حكيناه عشان أزود السيتنج تايم في العوامل اللي حكيناها بالأول لازم أتحكم في درجة الحرارة. أتحكم في البارتيكل سايز تبعت البودرة. أنا عندي فاين وعندي ميديم. أنا لما أستخدمه كلوتينج سيمنت غير لما أستخدمه كبيز يبقى أختار صح الاستخدام تبعه. قديش أنا كمية البودرة للليكويد بتعتمد على إيش؟ على استخدامي إلى سواء لما اجي اعمل له لوتينج سيمنت، لما اجي بدي اعمل له سيمنتيشن لكراون، نسبة الباودر ليكويد بتختلف لما اجي بدي احطه كبيز تحت حشوة. اوكي؟ ليش انا؟ لأن انا بدي الفسكوسيتي تبع السيمنت اللي عندي يكون في لو فسكوسيتي لما استخدمه كلوتينج ايجنت، بدي يفرد معايا على كل التلبيسة،
او على كل السن تتوزع بسهوله، كل ما زادت اللزوجه كل ما انا يعني لما يكون عندي تشبهها السمنت هذا الميكس زي العسل ولا يكون زي الميه، مين حيتوزع بشكل اصح على كل السيرفيس؟ طبعا لما يكون زي الميه. فانا بدي ازود لما استخدم كلودنج سمنت فازود الليكو لحساب الباودر، بقلل الباودر اوكي عشان اقدر اقلل الفسكوس تبعت السمنت يتوزع بشكل صح ويديني فيلم ثيكنس صح اللي انا بدي اياه 25 مايكرو. لكن انا لما اجي استخدم كبير طب انا بدي اياه يكون فسكوسه كثير عشان تساعدني في الكوندنسيشن، ما يكونش مايع السمنت معايا، اقدر افرده تحت في سقف السن بشكل صح، اعمل له كوندنسيشن صح، ما يغلبنيش لما احطه زي ميه حيضل يطلع مني ويطلع ينزل مني في تم المريض هيعمل لي مشاكل. بالعكس انا بروح ازود الباودر على حساب الليكويد عشان اجيب فيلم ثيكنس اكثر وانا اتحكم فيها في الادابتيشن لما احطها في الكافيتي. يبقى انا الباودر الليكويد انا اللي بتحكم فيه حسب الاستخدام اوكي. يعني انا لما بستخدم كلوزنج سمنت تقريبا بستخدم 2 ل 1، لكن لما استخدم كبيز بستخدم 3 ل 1 انا باودر من الليكويد اوكي. طيب لما اجي انا استخدمه كيف استخدمه؟ زي ما احنا شايفين انا عندي الباودر عندي الليكويد، بحط هذا اشقه بقسمه الى اجزاء شايفين كيف، بحط انا الليكويد هنا اوكي. انا هي عندي الباودر هي بس سلاح، بجيب الباودر بحطه بشكل هذا بقسمه الى اجزاء عشان اعمل العوامل اللي حكيتها بالاول اوكي، وبحط ايش الليكويد هنا. تاجي باخدش هدول مره واحده بحطهم هان، بتحكم في الادم كل ما قللت كل ما زودت السيتنج تايم. واول شغله بكون عامل كولينج لايش؟ للجلاس ستاب، بحطها بالثلاجه قبل ما اعمل ميكس عشان تاخذ البروده، البروده هذه لما حتيجي هو طارد الحراره اثناء السيتنج فبيخفف لي اياها درجه الحراره، تمتص الحراره مين؟ الجلاس ستاب احسن ما يمتصها السن. اوكي؟ فاجي باخذ نسميه انكريمنت، جزء جزء بضيفه عميل على الليكويد شويه شويه وبعمل سيتنج. كل ما زودت الوركينج تايم وانا بعمل ميكسينج او الميكسينج تايم كل ما خلصت من كميه حراره اكثر اوكي. احسن ما اجيب هذول كلهم مره واحده واخلطهم بسرعه 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 واحطهم في الكافيتي، كل ما زودت درجه الحراره طارد الحراره اللي حيمتصها السن حتصل العصب اوكي. لا انا بخلي الجلاس ستاب تمتص جزء من الحراره، بعمل ادنج جزء بجزء براحتي، بطول الميكسينج عشان ازود السيتنج تايم، البروبرتيز تبع السيتنج تايم حتزيد معي واتحكم فيه اكثر اوكي. يبقى انا لما اعمل المانيفاكتشر بالنسبه للزنك فوسفيت تكون عندي كول جلاس بارده، اعمل اقسم الباودر لانكريمنت تكون الى اجزاء 6 اجزاء تقريبا احنا بنعملها، بالسباتولا بقسمها وبصير اخذ جزء جزء واحطه على مين؟ على الليكويد اللي انا حاطه اكوردنج للمانيفاكتشر لاستخدامي انا، سواء هستخدم كلوتنج او هستخدمه ك بيز اوكي. طيب احنا عشان قلنا هو اصلا اسيديك بما انه هو اسيد الكيمياء البي اتش تبعته، يعني تخيل انا اول 24 ثانيه اسيد وهو في عصب تحت يفيد التامل تلفزيون موصله لمين للبلب، لما اجي انا احطه لا انا عامل ريدكشن للسن طبعا ايش مسوي؟ شايل كل التامل ووصل للدنتين وفاتح الدنتين التلفزيون ما شاء الله في الدنتين اوكي؟ طبيعي اسيد حينزل وين؟ على التامل التلفزيون نزل على البلب. حرارة هتنزل على وين؟ الفوسفوريك اسيد نفسه البارتكلز الريمنانت هتنزل عندي على الديفندر. عشان هيك انا بستخدم شغله بروح بحطها تحت تعمل لي عزل مؤقت بنسميها فارنش، هندرسها اخر شيء بالسنين. يبقى انا هي اول استخدام اسمها الفارنش، ان انا بحطه على الدنتين زي الميه مبينش اوكي؟ فرشايه هو بيجي زي الميه علبه فيش بعملش ميكس ولا شيء، باخذ بالقطن هاي بتجيني فرشاه بادهم فيها السن قبل ما اعمل سيمنتيشن عشان ايش يعمل لي؟ بيرمننت
موز ده ايش؟ للدنتانا تبيوز. بحط شغله اسمها فارنش عشان تسكر لي. ليش تسكر لي؟ هتسكر لي 24 48 ساعة لغاية ما يصير سيتنج كومبليت سيتنج واتخلص من كل الاسيدك. يصير بي اتش نورمال اللي هي 4 و7 يصل وبصل ل 6 ل 7 تقريبا بي اتش بعده، فبتصير قريبة من جسم الانسان. فأنا بحط شغلة بيرمننت هي بنسميها الفارنش، تعمل كلوز ذا الدنتانال تبيوز اوبننج الى فتحات الدنتانال تبيوز بس مؤقتة. تمبرري مؤقت سوري، انا بقول لك يا 24 48 ساعة بس هاي الورد تبع شغل. اوكي هذا بالنسبة ل عشان اتخلص برضه من الحجر. يعني انا كل اثناء الديس ادفانتج الموجودة لكنه في له ادفانتج اللي حكيناها. اوكي هي بس موضوع البيولوجيكال، وانا كل العوامل سواء الجلاسس لاب سواء الفارنش سواء التحكم عمليه الميكسنج تبعتها عشان اظبط او اخفف البيولوجيكال افكت على السن. اوكي طيب اخر شيء حنعرفه الابلكيشن او احنا حكينا اثناء ما بنحكي يعني يستخدم ك لوتينج ريستوريشن او اكسيميتيشن ك بيرمننت. اوكي ك بيرمننت سيمنتيشن هاي سترينث سبيس. يعني لو بحط امالجام احط تحتها ايش؟ زنك فوسفيت لانه هاي ستريس، لانه لحد الان ايش اعطاني الميكانيكال او الكومبرسيف سترينث زيه. ممكن نستخدمه كثير ريستوريشن. اوكي ليش انا بستخدمه في حالات معينه في الاوبراتيف؟ انا اجاني مريض نظفت له التسوس. اوكي واصلا انا لازم احط بيز تحت الحشوه، ممكن احطها كحشوه مؤقته والجلسه اللي بعدها بجي بشيل جزء من هاي الحشوه وبخلي الجزء اللي تحت كبيز وبحط عليه الحشوه. يعني انا لما يجي المريض هاي الكافيتي بروح بحط في الاول زنك فوسفيت كاتمبرولين ستوريج حشوه مؤقته. مستحيل يعني لما اقارن الكومبرسيف سترينث للسمنت زي الامالجام 500 و600 اجابه 103 130. اوكي سولوبيلتي الامالجام ما بدوبش طبعا، لكن هذا السولوبيلتي قديش في برضه ريسك سولوبيلتي حدوب، مش حخليها كفيلينج ما تستخدمش كفيلينج. اوكي فانا باجي بشيل كل هذا وانا هيك بدي استخدم كبيس تحت الامالجام. اوكي فبروح بشيل كله بخلي الليرة اللي موجودة هان واحط امالجام فوقيها. لما تيجي تفهم ايش يعني تعمل ريستوريشن كحشوة مؤقتة لمدة اسبوع، شوف المريض كيف عنده مشاكل، كان عصب كثير دي. وبرضه في حالات انا بحطش الزنك لانه ارتر، يعني هذا كلام اوبرتيف بس انا عشان تقدر تستوعب، بحطش الزنك مباشرة في حالات الديب، لازم احط تحتيها شغلة اسمها لاينر. شايفين؟ انا بحط طبقة هاي شايفين الليير هذه، بعدين بحط هنا لاينر هنا بيز بعدين الفيلم، ولازم احط تحت الزنك فوسفيت لانه اوكي. برضه في لوتينج في الاورثودونتيك باند، وفي الحين لما اكتشفوا الجلاس اي نمبر من الحاجات هذه الكومبوزيت افضل منه بكثير، بس برضه كان يستخدم كاستخدام. طيب هذا بالنسبة للسين فوسفيت سيمنت. في أي سؤال؟ طلع لنا الزين كوليكا فوسفيت، بعد هيك حناخذ جلاس ايونمر. الجلاس ايونمر مهم كثير كفيلينج ماتيريال، هو للحين مكتسح لأنه بيعمل كيميكال بون، بيعمل فلورايد ريليز، بيعمل فلورايد، بيستخدم بشكل كثير في طب الأسنان. دقيقتين كمل ولا؟ طيب في اي سؤال؟ اليوم بالعملي هنكمل نعمل ريبير ادوات معاكم، المايكروموتور، البرداخ، البير تبعت الكربايد عشان تفنش. كلكم عملتوا ريبير؟ كلكم كسرتوا لزقتوا؟ انتوا الاربعه اللي عملتوا، بس الاربعه اللي ما عملوش كانوا ريبرزنتيشن. ليش؟ اوكي ماشي اليوم هتعمل.